بعدها ايش حكايه الورمز؟ ايش حكايه الورمز والاسم الثاني للورمز؟ الهلمس. ماشي؟ طيب. الورمز والهلمس يعني هي انتاج انتي بادي. لكن انتاج انتي بادي من نوع معين. زي ما يحصل عندنا في الالرجي. اذا الان الانتي بادي اللي حتفرز بالنسبة للورمز وبالنسبة للهلمس هي من نوع الاي جي اي. فاهمين؟ من نوع الاي جي اي. اذا الان the striking feature in the worms is the predominance of eosinophil and IgE. اذا eosinophil and IgE. فلذلك الان لما قلنا لكم eosinophil وتكلمنا في المحاضرة قلت لك الان ايزونوفيل اول ما تشوف ريس ايمينوز ايزونوفيل في البلد تفكر بايش؟ بالورد. المحاضرة الأولى مباشرة ايزونوفيل ووردز. فاهمين؟ الآن تكلمنا بشكل أعمى. الآن ايزونوفيل و اي جي اي. الآن الاي جي اي كودز ذا هيلمنس. الآن الاي جي اي طبعا سبيسيفيكلي للورمز حيرتبط بالورمز وحيرتبط بواسطة الـ FC. حيرتبط بواسطة الـ FC. هذا هو الورمز وهذا هو الـ IgE وحيرتبط بواسطة الـ FC على الـ eosinophil. إذا بواسطة الباب حيرتبط على الورم وبواسطة الـ FC حيرتبط على الـ eosinophil. الآن الارتباط هذا زي ما يحصل في الالرجي. في الالرجي الماسل هي حترتبط، الارتباط هذا حيدمر الايوزينوفيل وحتبقى الايوزينين اكتيفيتد وحيخرج جرانيولز اوف بروتين من الايوزينوفيل ويعطي ايميونيتي ضد الهلمس. بالشكل هذا بنكون انتهينا من الكورس. الاسبوع او يوم حتاخذوا الفاكسينيشن، وعلى الإنسان أن يسعى وليس عليه أن يوفق، والتوفيق من رب العالمين. وأسأل الله أنه تكونوا استفدتوا من هذا الكورس، وكلكم تاخذوا فول مارك لو في أي سؤال تتصلوا فيه، وإذا استفدتوا ادعوا لنا بظهر قريب، واللي ما استفاد يقول الله يسامحك لأنه أنا عملت جهدي. وليس على الإنسان إلا أن يسعى وليس عليه أن يوفق. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.